يكون معانا السر جدور على التليفون. يا استاذ مساء الخير. اهلا يا استاذ ابراهيم، تحياتي اليك والى استاذنا الكبير عادل القيعي. تحياتنا واحتراماتنا الكبيره وسعادتنا الكبيره بك يا استاذ. الله يخليك يا حبيبي. انا سمعت طبعا المقدمه بتاعتك الجميله الرائعه. لا قول بقى، لا لا خلينا بس قول لي انت صحيتني من النوم ليه؟ اول امبارح قبل القرعه بيوم صحاني من النوم. ايه الموضوع؟ انا منزعج جدا كنت على فكره. منزعج لانه الفبركه يبدو انه اليمين كله لقى وادي الفبركه شمالا جنوبا، يعني المساله غريبه جدا. مش لاعبين الاهلي في حاله. اتصلت باخواننا في الاعلام قالوا لي يا اخي دي فبركه ما تاخد بالك منها. بعدين عايز اديك من القصيده سطرين او سطرتين. البارح والقرعه بتجري هنا، كان الهلال في ضيافه النادي الاهلي في بلدنا في عبره. كان بيلعب مباراه دوريه، الاهلي العبراوي والهلال الاندرماني بيلعبوا في عبره في ضيافه النادي الاهلي السوداني العريق في عبره. انتهت المباراه بالتعادل، وبعدين حفله عشاء بين الفريقين وبين الادارتين وكلام رائع وكلام صخفوا الاشاعه دي كلها بانها كلام فارغ ما عنده اي قيمه. وبالمناسبه اهلي عبره هو واحد من 5 انديه اسمها الاهلي، تلبس شعار الاهلي وتلبس لون الاهلي، الاهلي مروي، الاهلي عبره، الاهلي شندي، الاهلي الخرطوم، الاهلي مدني، غير 10 انديه اخرى، 10 انديه في الدرجات الاخرى، 15 نادي في السودان يحمل اسم الاهلي. الاهلي 15 ينتموا الى الاهلي الكبير هنا في مصر. وبعدين هذه الانديه كل جماهيرها تشجع النادي الاهلي وتتضامن مع الهلال السوداني، وجماهير الهلال السوداني تعتبر نفسها جماهير الاهلي، وجماهير الاهلاويه في السودان بيعتبروا نفسهم جماهير للهلال. يعني الاشاعه اللي طلعت كانت في عبيط شبايخ وتكذب واصبح ما ليس له اي قيمه. لما قلت لك انه يبدو نحن في عصر الفبركات، الفبركات العبيطه، لكن كلمه الشاب امبارح وقبله كلمه الكابتن سيد عبد الحفيظ وصلوا الى السودان ومسحوا هذه الاشاعه او الشائعه او الفبركه الغريبه، واللي يبدو انها ليست رياضيه فقط وانما مشت الى جوانب اخرى. انت عارف حصلت عندنا ثوره في السودان وحصل تغيير، الذين اصابهم التغيير يخبطوا يمين وشمال، يبدو ما سايبين رياضه، ما سايبين ثقافه، ما سايبين اي حاجه، يعني نوع من التخبيط، ولكن بالمضاره النافعه كان حركه الاهليه في السودان والهلالات في السودان عشان يصلحوا الاوضاع بتاعتهم ويعرفوا انهم هم اقرب الى بعضهم من غيرهم. والله البركه فيك وفي الصحفيين الشرفاء العظام امثالك هنا وهناك، انه يوئدوا هذه المحاولات الرخيصه قوي اللي اصبحت بتزرع في طريق الكره والاهلي تحديدا. يعني بفتكر بانه لها اهداف اخرى غير الرياضه. ايوه طبعا 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 طبعا. انا تلقيت تلفونات من زملاء اعزاء كلهم من بروريها في لحظتها، يعني الاخ نعمان، الاخ كمال حامد، الاخ احمد محمد الحسن، رغم انه يعني دول كلهم يعني ناس شغالين في صحافه وفي اعلام قالوا الكلام ده في الوسائط وما عنده اي قيمه. صحيح. زي ما قلت لكم امبارح في عبره كان الاحتفال بالهلال من جماهير الاهلي، الاهلي العبراوي اللي هو جزء من الاهلي المصري. يعني كان الاحتفال احتفال كبير جدا بالهلال. يعني اهلي عبره بالنيابه عن الاهلي المصري يعني. طبعا ما لو قلت لك لكن باذن الله هو انت واهلي الخرطوم عندنا 15 اهلي في السودان. انتوا الاهلي برضه. وخلي بالك ان الهلال يعني بالنسبه لنا هو دائما في القلب. لا الهلال هي جماهير الاهلي. ايوه. وسترى باذن الله كل مظاهر الحب والاحترام. طيب وبعدين يا استاذ؟ والترحيب يعني. مين اللي يتاهل بقى في رايك، الاهلي ولا الهلال؟ يعني انا عايز اشوف مشاعرك او اتفرج معاك على الماتش يوميا. انا انا اهلاوي. طبعا الاهلي والهلال، ايه المشكله؟
ده يكسب. انا بقول لك على فكره بس ما اخد منك وقت كثير. ايوه كانت في فكره طرحها زمان النادي الاهلي السوداني في الخرطوم. ايوه يعني يتعامل مهرجان الاهلي العربي يجوا فيه كل الانديه الاهلاويه العربيه في الدوري الممتاز. يكون تحت قياده النادي الاهلي في القاهره. في مصر. يا ريت فكره هايله. يعني يا ريت فكره هايله تجمع كل الانديه الاهلاويه العربيه. يعني اهلاويه الدوري الممتاز. اهلاويه الدوري لانه في كل دوله فيها حتى فرق يمكن لسه ناشئه ولسه صاعده. دوري ممتاز. اها. اذا كان مثلا في بلد ثاني فيها اثنين ثلاثه اهلي ممتاز يجوا برضه. يعني الفكره انه الاهلي الكبير ده يحتضن الاهلاويه العربيه كل الاهلاويه. يبقى حتى مهرجان ثانوي يبقى مهرجان. بس طبعا مثلا عارف عايزاه له وقت وعايزاه له فسحه. وان شاء الله تترتب المواعيد بتاعت المنافسات عشان يبقى في كرفه بتاعت شهر تبقى اعداد للانديه الاهلاويه العربيه تجتمع هنا عند الاهلي الزعيم ويعملوا هذه المسابقه اللي مطروحه من السودان من عمليه بتاعت 30 سنه. عموما رايك ومشاعرك وردك على هذه الشائعات الغريبه اعتقد تكون وصلت لكل الاشقاء في السودان وبالتحديد جمهور الهلال. التليفون هذه شغاله التليفونات انا مما كلمتك التليفون ما سكت يضربوا لي وبيكلموني وبضرب الناس وبكلموني. تمام. اخر حاجه امبارح كان الكلام مع عمر الشديدي محمد احمد قدور ضرب لي يا اخي قال لي احنا في الوقت قاعدين نحتفل بالهلال. تمام. شكرا جزيلا يا استاذ. شاكرين جدا وكل الامنيات الطيبه. شكرا للاعلام الكبير الاستاذ السر جدور. سر جدور واحد من اعلام السودان الاعلاميين البارزين الحقيقه نتمنى انه الكلام يكون تم وقده عند هذا الحد.